انا ما بقتش عارفه ايه موضوع التليفونات اليومين دول. قله ادب. الناس بتتكلم في التليفونات اكتر ما بتتكلم مع بعضيها. دو 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 وهم ما بيوجعهمش، وفي الاخر يقولوا لك مش لاقيين ناكل. اصلهم بيدخلوا من سكه الصوصوه والنحنحه، اول ما تليفون يرن تلاقي النحنحه اشتغلت. عندك حق والله. جرى ايه يا يحيى؟ انت مش معانا في الكلام ده ولا ايه؟ لا معاك يا حبيبتي، اصل التليفونات دي بتبقى مزاج مش عكننا، وساعات كتير قوي الصوصوه والنحنحه دولت بيبقوا احلى من الخناق والعصبيه وقله المزاج. يعني تلاقي الواحده من دول صوتها يتحدث عن نفسها. اه بس بقى اللي واخدها من ناحيه الصوصوه وبس يبقى بيحب بلسانه ويا عالم شكل اللي بتصوصو دي عامله ازاي. هتلاقيها قاعده في المطبخ بتقشر بصل وتقول لك لا ده انا في النادي. ولا شكلها معفن ومعمصه وشها زي قفاها وتقول لك سوري الرقم طلع غلط. ده اكيد بقى ايام التليفونات العاميه. لا احب اقول لكم في تطور جديد نزل السوق دلوقتي، التليفونات الكلام فيها بقى صوت وصوره، يعني معلومه يعني عشان لو مش عارفينها. انا رايي اللي مقضيها التليفونات ده يبقى برياله وما بيفهمش، لا مؤاخذه يبقى مش راجل. وكله كدب في كدب. ومين قال لكم بقى اللي احنا فيه ده مش كدب؟ ده أكبر كدب. كل واحد فينا بيمثل ما بينه وما بين نفسه إنه مبسوط، بيمثل إنه كويس وتمام وزي الفل. محدش فينا بيقول للتاني اللي جواه، محدش فينا بيقول الحقيقة. يبقى كدب بكدب بقى الواحد يروح للتليفونات يمكن يقدر يعيش. يا سلام، ده على كده بقى التليفونات بتريح ساعات. ساعات التليفونات بتبقى احسن من الحقيقه. بس ده حرام. ايه اللي حرامه بقى؟ التليفونات اللي تاخد الراجل من مراته تبقى حرام يا يحيى، وبتضيع فلوسه. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ كل ده علشان جالي تليفونه وما ردتش عليه؟ ايه الدش اللي اتفتح ده؟ ماسوره وانفجرت؟ ده احنا بقى اللي فاضيين مش الناس. كويس انك فتحت الموضوع ده، عشان انا سكت لك من زمان. انا مش مبسوط منك بسبب العداوه اللي عملتها مع ادهم. ادهم ده نابه ازرق ما بيرحمش، واحنا مش ناقصين عداوه مع حد، والسوق مش ناقص. ادهم ده هو اللي موسخ السوق، واللي يعاديه يكسب ما يخسرش. هيكسب ايه يا معلم؟ علمني. يكسب اللي بيكرهوه يا معلم يا كبير. يبقى انت ما اتعلمتش حاجه. لو فاهم ان اللي بيكره ادهم هيقف معاك تبقى غلطان. ادهم ده صوره السوق، اللي عايز يكسب ويسلك اموره في السوق يبقى مع ادهم، ما دام مش قادر يكسر نابه واحنا مش قد نابه. ادهم ده اللي مقويه الخوف منه. اديني انت بس الثقه وانا اكسر لك نابه ودروسه واخليه لك اهتم كمان. والترامادول، الترامادول اللي هيجننك وهينسيك اسمك، الترامادول اللي خلاك مسخ وخلاك خايف، خايف مراتك تحبك، مش دي برضه ماسكه ماسكها لك ادهم اللي انت عايز تعاديه؟ نشوف خيبتنا الاول بدل الفلوس اللي عمالين نبعطرها. ياه، ده انا طلعت بقطع هدومي اهو، ده انا طلعت عشكيف دراكولا. لا يا حبيبي محدش قال عليك كده، انت سيدي الناس كلها. سيدي الناس كلها؟ امال ايه التلقيح اللي انت عماله تتكلمي بيه من بدري ده؟ ده انتوا قاعدين لي بقى وفرشين لي الملايه ونازلين لي ضرب من تحت الحزام. ايه؟ طلعت انا الشرير في اخر الفيلم؟ مبوظ بيتي وحياتي وشغلي وفاشل كمان؟ ما بقيتش نافع في حاجه خالص كده انا؟ ها؟ بشد في شعري في اشارات المرور؟ لا بقى، فوقوا فوقوا كلكم. أنا عقلي يوزن بلد. ترامادول مش ترامادول، عقلي يوزن بلد. أنا باخد الترامادول ده عشان مش هفضل عايش. اسمعي، مش عاوزك في وشك
لا هخاف ولا هتكسف. وقتها من اللي انت عمال تخوفني بيه ده انا افرمه تحت جزمتي ارعشه بسناني. كويس انك جيت. اسمع، الغي كل الكشوفات، انا مش هكشف حد النهارده. ازاي يا دكتور؟ ده الموبايل ما بطلش حجوزات. الغي الحجوزات، انا مش هشتغل النهارده، انا عايز اكل سمك. بالمناسبه تعرف محل بيبيع سمك كويس؟ انا اعرف العمده بتاع السمك. العمده حلو قوي. طب خد بقى ايه، هات لنا شويه سمك ناكلهم. هات لنا دنيس وجمبري وصبيط وبلح بحر وخيار بحر. استنى يا دكتور استنى حضرتك، هو انا احفظ الكلام ده كله؟ حضرتك اكتب لي الروشتة وانا هصرفها من بتاع السمك. خد يا بسم الله. اقول لك انا اهو، هتجيب من كل حاجه نص كيلو. ها حاضر. واد يا سارينا. خير يا ام؟ مالك يا واد عامل كده ليه؟ انت اتندهت ولا ايه؟ الظاهر كده. بقول لك ايه يا ام سارينا، وانت فارق معاكي حكايه تبقى مهندس دي؟ نعم يا روح امك. يما والله العظيم هتخرج وافضل قاعد جنبك، فاحنا اولى بمصاريف الكليه. انا عارفه انك بتفرق عشان تسيب الكليه، بس انت عارف يا حلمي لو عملتها عليا النعمه اتبرى منك. يما والله العظيم ما هتفرق في حاجه، انا هشتغل اي شغلانه عشان نعرف نصرف. اديك شايفه الحال يا ام سارينا. انا قلت اللي عندي وبقى اعملها بقى يا سارينا، اعملها. Are you all right? God. You. It's you. What's happening? What's happening? Your thermostat's gone. And then some. Hello? What? It's for you. But as you don't live here anymore. What? Absolutely. Do you know what this is? This is an H2206 authorizing the compulsory temporary requisitioning of this flat for our necessary needs. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ زعلانة منك. ليه؟ عشان اتأخرت؟ يا سلام، ما انت طول عمرك بتتأخر عليا وعمري ما زعلت منك يا يحيى. أمال إيه؟ عملت إيه أنا تاني؟ عملت أكتر حاجة ممكن تزعل. اللي هي؟ بتكذب عليا. كذبت في إيه أنا؟ نسمة، هو إحنا مش هنخلص من جو التحقيق ده ولا إيه؟ مين البنت اللي بتكلمك يا يحيى؟ نعم؟ تاني؟ مين البنت اللي أنت مسميها سارينا؟ لعلمك بقى، أنا كلمتها في التليفون ولما ردت عليا قلت لها أنت عايزة إيه من جوزي؟ قفلت السكة في وشي. ليها حق طبعا. يا حق يا يحيى؟ اه ليها حق طبعا، ده اقل واجب تعمله معاكي عشان واحده ست تكلم واحده ست ما تعرفهاش وتقول لها التخاريف اللي في دماغك دي. نسمع، لو كلمتيها تاني انا اللي هتصرف معاكي. انا مش عايزه اكلم حد، انا بس عايزه استريح. مين الست دي يا يحيى؟ ايه اللي رايحك يا نسمة؟ عايزه ايه؟ تقولي مين الست دي؟ حاضر هقولك. الست دي حالة. أيوة، يعني حالة إيه؟ تبقى مين يعني حالة دي؟ دي حالة بتاعت الصيدلية اللي بشتري منها البرشام. خلاص؟ ارتحتي؟ من فضلك مش عايز نتكلم في الموضوع ده تاني خالص. غريبة والله. Thank you.
مالك يا كبير؟ لولاها مراتي كانت هتضيعني. عشان انت مش عارف تدير على امورك. مفضوح. مفضوح ليه؟ وانا دخلت عليها البيت يعني وفي دي واحده؟ لا، رحت مكان هي عارفاه واهل المنطقه كلهم عارفينك. والله ليك حق، المفروض اشوف لي مكان تاني من الداري بدل المكان اللي بقى مشموم ده. في صحتك. قول لي الواد يحيى اخباره ايه؟ ولا اعرف عنه حاجه. اهو الواد ده طالع لك في الغابه بسم الله ما شاء الله. ايه؟ بتقول عنه كده ليه؟ لان الواد مفضوح ما بيعرفش يدار على ابوه. بعدين انا سمعت انه مصاحب واحد من لا 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 قلت منك المره دي. ده بيموت في مراته بيحبها. طب وايه العلاقه؟ مفيش علاقه. الحب حاجه والصحوبيه حاجه تانيه. لا 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 الا يحيى ده ابني انا عارفه. من حق الكبير يدلع، من حق الكبير مني مني. الو، ازيك؟ ازيك انت يا يوسف؟ شوفي بقى، من غير ما اسمع اي اعذار تجيلي كيتي وتجيلي النهارده، انتوا معزومين على الغدا. وبمناسبه ايه بقى العزومه دي؟ من غير اي مناسبه، عايز اشوفك واكل لقمه معاكي. ايه عندك اعتراض؟ لا ابدا، ولا اعتراض ولا حاجه. خلاص يبقى ما تاخريش بقى. اوكي، باي باي. اتفضل. لا انا عايز تاكسي. اللي نعرفه ان التاكسي ابيض واسود. انت مبيتي اعمل ايه؟ اجيب حق البنزين. طيب ماشي اوكي. يلا يا سيدي على طول. على فكره الدكتور شكله بيحبك قوي. والله العظيم. مساء الخير. مساء الخير. واين يا دكتوره؟ لا 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 ثانك يو، ما بشربش. انا بشرب كيتي. ازازة واين وروزين من فضلك. دي كيتي بتهزر. خليها براحتها يا دكتوره. ايوه بقى خليني براحتي، احنا مع الدكتور عادي. وحضرتك بتعزف مزيكا؟ بيانو. انا كمان على فكره. كيتي بلاش كده. تسيبنيش بقى. طب بطلي دوشة ما تدوشيش الدكتور. حاضر. حضرتك سافرت من مصر امتى؟ من سنين طويلة. كنت ملحن شاطر. والله للأسف ما قدرتش أكمل. عشان عينك على السفر. والله أبدا، أنا سافرت أحيا حفلات زي ما كنت بعمل دايما، ومن حفلة لحفلة قعدت سنين طويلة أوي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ميرسي خالص، شكرا. عارفة يا نعمة، أنا عمري ما نسيتك، وأول لما طلبوا مني حفلة افتكرت أول لحن عملتهولك، فاكراه؟ طبعًا. معقولة هنسى لحن لملحن عظيم زيك؟ على فكرة أنا بحب المزيكا قوي. بتحبي إيه في المزيكا؟ بغني. الله، صوتها حلو يا دكتورة؟ أهو أي رزع بيسموه شعبي. كده؟ طب والله العظيم أنا مشروع نجمة كبيرة قوي، وهي عارفة كده كويس. طب كفاية دوشة، كفاية دوشة بقى. ولسه شاف دوشة، ده أنا لسه هغني للدكتور وهنجلجل. تشيرز كيتي. إيه؟ تشيرز. ماشي.
يا وحشتني المستشفى دي قوي. 20 سنة مستخبي فيها من الناس. 20 سنة مش كفاية. شكل كده هرجع استخبى فيها تاني. على فين يا أستاذ؟ على فين؟ داخل. أنا ليا أوضة جوه. أوضة مين يا أستاذ؟ دي كانت مستشفى خلل. خلل؟ ما أنا ليا أوضة في مستشفى الخلل دي. سبحان الله، دي قفلوها، قفلوها. طب هخش جوه الجنينة. اشمعنى؟ يعني هبص على حاجة كده وأرجع تاني. يبقى تدفع تذكرة الدخول. اتفضل. أماني، أنت نسيت تشرب العصير بتاعك. خذي يا ماما. لا، اشربيه أنت، يفيدك، ده كله فيتامين سي. ما اقدرش اقول العينين الحلوه دي لا. المكان وحش من غيرك قوي يا أمان. معلش، هي لسه صغيرة. برضو ما يصحش. مفيش فايدة، زي ما أنت ما اتغيرتيش أبدا، كل حاجة عندك لازم تبقى صح الصح. أمال تبقى غلط؟ أنت ليه يوسف محسسني إن الغلط عادي؟ لأ، هنا لأ يا يوسف، هنا في صح وغلط. ولو كان في أوروبا في سيستم، هنا برضو في سيستم. حتى لو كان عندنا شوية مشاكل، ما ينفعش نتعامل عادي مع أي حاجة. خلاص يا دكتورة، حاضر، خلاص والله. دي بنت شابة كده، خدت لها كاس وغنت وعادي يعني. المهم خلينا احنا في موضوعنا. موضوع ايه يا يوسف بس؟ انت كل ما تجيلك حفلة هنا في مصر بتفتكرني، وأول ما تسافر بتنساني. أنا عايز أتجوزك واخدك معايا واخطفك. اقول لك ما تتكلمش في حاجه لحد ما تخلص الحفله بتاعتك، ساعتها نبقى نتكلم. حاضر، ساعتها نبقى نتكلم. الخزانات اتقفلت؟ اتقفلت يا ريس. ايه الزفت ده؟ انا مش قلت الحاجات دي تخرج بره؟ وقلت 100 مره مفيش حاجه تخش المخازن من غير اذني؟ ايه انتوا ما بتفهموش؟ روح خرج العربيه، مش فاهم الجو خانق ليه كده مره واحده. ماشي يا ريس. أنا عايزك في كلمتين يا معلم. إيه ده؟ أنت هنا من إمتى؟ من ساعة الزفت ده. إيه ده؟ هو مفيش زفت غيرك ولا إيه؟ أنت الخيرك من أصلك. لخص، عايز إيه؟ عايز أحج. ألف مبروك، تروح تجيب السلام. أيوة، الحج ده محتاج فلوس على الأقل 100,000 جنيه. طب وأنت مضايقني بحاجة؟ إحنا ما اتحاسبتش معاك ولا خدت منك أرباح بقالي زمن. وابنك عبد الوهاب ما هو ساحب مني كتير. يعني ايه؟ مش هحج؟ انت ممكن تتنزل لي على ربع الدكان. ربع الدكان؟ كتير كتير قوي. ايوه، ما هو انت مزنوق وانا بستغلك، ده اذا كنت مصمم على الحج. يلا يلا بسرعة، يلا يلا بسرعة، يلا بسرعة. بتجري ليه يا ماما؟ عشان نلحق التمرين بتاعك طبعا. لسه بدري. لا مش لسه بدري ولا حاجة، يلا بس. مساء الخير. يلا 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 حبيبي، اتأخرنا. يلا
طب مامي انا جعانه. لا احنا اتفقنا مفيش اكل قبل التمرين. طب خليكي قاعده معايا اتفرجي عليا. بصي انا عندي ميعاد هخلصه بسرعه وارجع لك. يلا لحسن الكابتن هيزعق لنا. يلا يلا كابتن. كابتن سوري على التاخير، هرجع اخد حبيبه بعد التمرين على طول. حبيبه اجري غيري غيري بسرعه. يلا يلا احسن احسن اسرع مازن احسن شباب. حالة بقولك هو يحيى بيه فين؟ مش هنا. كويس، الهانم فين؟ قاعدة جوه فتالي. تعالي. تعالي. اقعدي هنا. اقعدي. اهلا وسهلا. بقول لك بلاش الموضوع ده، انا بصراحه خايفه. خايفه من ايه؟ ده هيجننك، انا عارفاه كويس. هاتي حله ميه. نعم حله ميه ليه؟ هعمل لك العمل وبخرهولي. انت مش عايزه جوزك يجي على حجرك؟ اه انا مش عايزه اي واحده تاخده مني. اسمعي الكلام، انا العمل بتاعي ما بيتفكش غير بالموت. ايه موت ايه؟ انا عايزاه يرجع لي مش عايزاه يموت. يا هبله، ده انا بقالي شهرين حاجزه لغايه لما عرفت اجيب مبروكه. انا مش جايه هنا عشان خاطر الفلوس، لا انا بعمل الاعمال دي لمزاجي، وانت بقى تستحق ان انا اعمل لك عمل على ايد مبروكه. قومي هاتي حله الميه. يلا قومي. قاعده ليه؟ يلا انجزي. حاضر ربنا يستر. ما قلتليش بقى تحبي تروحي فين بقى بعد الغدا؟ مش هينفع اتاخر لان تمرين حبيبه فاضل له ساعه وانا سايباها لوحدها في النادي. تعرفي نفسي اوقف الزمن واحنا مع بعض عشان تفضلي معايا على طول. ايه الكلام الحلو ده؟ تشربي ايه؟ مش هلحق، لها دوبك اتحرك. اتحركي يا بنتي، وانتي لسه لحقتي قعدتي معايا؟ معلش مش عايزه اسيب حبيبه لوحدها. هزعل. سامحني المرة دي، وأوعدك المرة الجاية هقعد معاك أطول من كده، أوكي؟ هو بينام على الجنب ده؟ آه بينام هنا، بس ده يعني لما بينام جنبي. بأسلوبك أنت بقى تخليه ينام جنبك. هو كده هيرجع لي يعني؟ اه كده هيرجع لك. قدام حالة، احنا حاولنا نتكلمك اكتر من مره، تليفونك كان مقفول. ليه؟ خير في ايه؟ حبيبه مش لاقينها. حبيبه
حبيبه حبيبه بنتي انا يعني ايه مش لاقيانا يعني ايه مش لاقيانا كابتن فين حبيبه حبيبه دخلت الغار اختفت من ساعه ما يعني ايه اختفت يا كابتن يعني ايه اختفت هتكون راحت فين دورتوا عليها في النادي يعني اختفت دوروا تاني دوروا تاني دور هناك الو لسه ما عرفتيش بنتك فين